فكما أن أحدنا عرضة للإفلاس في تجارته المادية، فإن التجارة مع الله ينبغي حفظها حتى لا يتعرض صاحبها للإفلاس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإفلاس فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته، فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطُرِحَت عليه ثم طُرِحَ في النار. فابتغوا رحمكم الله التجارة مع الله عز وجل، واحذروا من الغفلة عنها، واحذروا فوق ذلك من أن تُضيعوا حسناتكم في تلك التجارة بتعريضها للإفلاس، بالوقوع في المعاصي والسيئات المُتعلِّقة بحقوق الناس، فإنها تحصد حسناتكم كما يحصد المنجل الزرع. واعلموا أنه إذا ذهبت حسناتكم ولم يوفى الخلق حقوقهم، فإنه يؤخذ من سيئات الخلق ثم تطرح على أحدكم. واعلموا أن من فنيت حسناته ولم يقضى ما للخلق عليه من حق ثم أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، فإنه يطرح بعد ذلك في نار جهنم، ومن طرح في نار جهنم فقد خسر خسرانا عظيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم بارك لنا في إتيان الحسنات، وهيئ لنا من أمرنا رشدا في فعل الخيرات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلبنا جميعا إلى خير المآل.